مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مشواري، واهلا بيك يا ابراهيم. اهلا بيك يا نوها، اهلا بالساده المشاهدين في كل مكان، وان شاء الله تبقى حلقه النهارده حلقه مميزه نقدم لكم فيها موضوعات تحظى باهتمامكم ان شاء الله. احنا عندنا ايه النهارده على جدول الاعمال يا نوها؟ كده على طول يعني على طول احنا عندنا ثلاث موضوعات مهمين الحقيقه. الموضوع الاول احنا عايزين نتكلم على تركيز المواقع الاخباريه او الأخبار عموما على إطلالات الفنانين والفنانات واللبس والمظهر دون المحتوى، يعني هو ده الأساس عندهم إطلالة الفنانة. يعني فكرة إن واحدة مثلا تحط فنانة أو فنان، يعني طبعا ما بقولش فنان، بقول فنانين وفنانات وممثلات، يعني يحطوا الصور بتاعتهم على أي على أكاونت بتاع الصفحة بتاعتهم على أي من وسائل التواصل الاجتماعي أو على الحسابات الخاصة ببعض وسائل الإعلام يعني ويبقوا يعني في يعني صور شويه كاشفه جريئه ساخنه يعني صح، فبتبقى يعني ايه الهدف؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ صح، انت عايزه تقولي كده اطلالة الفنانه وهي تستمتع بالصيف على البحر، اطلاله الفنانه وهي بالميول الفلاني، اطلاله الفنانه بيعملوا كده ليه؟ انوها هنبقى نناقش بقى الموضوع ده. الموضوع الثاني بقى اللي هو جالنا ايه؟ جالنا اكتئاب يا جماعه، جالنا اكتئاب والله من اللي بيحصل في الدنيا دي. فعلا المصريين معدلات الزياده في الاقبال على يعني تعاطي أو تناول أدوية الاكتئاب يعني وفقا لإحصائيات رسمية من جهات متعددة زادت في الفترة الأخيرة. وده هيبقى موضوع الفقرة الثانية، وده هيبقى موضوع الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة عن ظاهرة انحصار المياه في البحر اللي طالت بورسعيد، دمياط، اسكندرية، كل المدن اللي بتطلع على البحر المتوسط. حاجة غريبة يعني يقولك انحصار المياه، وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من حوالي يمكن 4 أو 5 سنين كان بيتكلم على إن الاسكندرية مع مدينتين تانيين على مستوى العالم هيغرقوا بسبب ارتفاع مستوى البحر ويعني هتختفي مدينة الاسكندرية من الوجود. فالنهاردة بنتكلم على انحصار يعني انخفاض مستوى المية، فهو الموضوع بقى هو انحصار المية وانخفاض مستوى مياه سطح البحر المتوسط ولا الارتفاع بقى؟ فبرضو هنفهمه الفقرة. بس احنا عايزين قبل ما نتنقل لأول فقرة من فقرات البرنامج ان احنا يعني هنتكلم في موضوعين. الموضوع الأولاني اللي هو الزيادة اللي جت يوم الخميس في أسعار المواد البترولية اللي هو البنزين بأنواعه والسولار، وكانت الزيادة كبيرة. يعني الحقيقة أن الزيادة دي جت قبل مرور شهر على الحكومة الجديدة، بمعنى أن الحكومة في بداية شهر 7 الجاري حلفت اليمين وأدت اليمين، فقبل ما ينتهي الشهر على الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ومن ضم إليها من وزراء جدد خدت قرار برفع أسعار المواد البترولية. وطبعا يعني لا يخفى على أحد، يعني مش بنزيع سر لما نقول إن لما المواد البترولية بتعلى بترتفع أسعار كتير من الخدمات وكتير من السلع، لأن صحيح. طبعا إحنا فاهمين وعارفين إن وسائل الانتقال اللي هي العربيات النقل اللي بتنقل البضائع والسلع هي بتستخدم السولار، فبالتالي لما تعلي عليها السولار هي بشكل طبيعي هتزيد تكلفة النقل وهتزيد تكلفة السلعة، وده هيصب في الآخر عند المستهلك النهائي يعني. فهو مسألة شوية كانت غريبة، كمان توقيت التقليدي النمطي اللي هو نهاية الأسبوع واللي هو ممكن في أعقاب ماتش، أنا صراحة الحتة دي مش فاهمها ومش مهتم صراحة يعني أن أنا أقف عندها. أنا اللي أنا عايز أسأله يعني أنا أحط نفسي مكان مواطن مصري في الشارع، هل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتكره المواطن؟ ده سؤال. بالإجابة على السؤال ده لا، الحكومة بتكرهش المواطن. طب امال بتعمل كده ليه؟ ما المواطن بيسال نفسه يعني انت بتعلي الاسعار ليه؟ يعني اكيد الحكومه بتعمل لمصلحه المواطن، وهي اكيد ما بتكرهش المواطن، وحتى يعني بمنطق الامور هو ما ينفعش حكومه تخسر المواطن ولا تزعله، فهو اكيد مش من مصلحتها ان هي تدخل في مواجهه ولا 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 تبقى في خصام مع المواطن. طب هي بتعمل كده ليه؟ هي اكيد بتعمل ده لأسباب اضطرارية خارجة عن إرادتها، لأن لو سألت الدكتور مصطفى مدبولي وهو قدامي دلوقتي لو سمعني أو شايفني، لو جمعنا لقاء وسألته إيه أصعب قرار أو أسوأ قرار ممكن تاخده، يقولك هو رفع سعر سلعة أو كذا، لأن هو طبعا يعني لا يخفى على أحد برضو يعني 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 في حالة من يعني الضيق بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمنتجات وانخفاض مستوى الأجور. بس أنا عايز أقول للدكتور مصطفى مدبولي، هي الأزمة يا دكتور إن أنتوا بتستخدموا قاموس فيه ألفاظ شوية ما بتبقاش معبرة عن حقيقة الموقف.
يعني انا ما ينفعش ان انت تيجي ترفع لي اسعار السلع وترفع اسعار المواد البتروليه اللي هي بنعكس سلبا على اسعار السلع الثانيه وبعدين يتقال ان ده لمصلحه المواطن. لا، هو المواطن عنده تعريف تاني للمصلحه، للمصلحه الخاصه بيه ان هو ياكل ويشرب ويعني واحتياجاته تبقى ملباه وفي متناول الايد يعني ويعيش بسلام. هو على فكره دكتور مصطفى هو ولا فارق اذا كانت الحكومه الجديده اتنقلت للعاصمه الاداريه او بتعمل اجتماعات في الساحل الشمالي في العالمين مقرها في العالمين او كان في وزارتين انضموا ووزارتين انفصلوا او حضرتك مشيت وزير القوى العامله السابق وجبت وزير قوى عامله جديد، هو كل ده ما يفرقش على فكره عند المواطن. هو اللي يفرق عند المواطن هو الاكل والشرب وان هو يعيش حياه ما تبقاش مليانه تحديات. لان يعني مش عارف يعني انا اقول لحضرتك برضه انا احط نفسي مكان المواطن، انت لما بترفع اسعار السلع فبتزيد تكلفه الحياه بالنسبه للمواطن ودخله ثابت. يعني دلوقتي في مواطن بيقبض 6000 جنيه، حضرتك النهارده جيت عليت اسعار السلع، هو مستوى دخله ما زادش، فهو بيعمل ايه؟ يعني متخيل حضرتك هو بيصرف اموره ازاي؟ دخله ثابت والاسعار عليت، فهو بيصرف اموره ازاي؟ هو بيبدا يعمل قائمه تنازلات. يعني مثلا يعني لو كان هو بيصيف في شرم الشيخ، لا هو هيصيف في بلطيم. يعني اذا كان هو بيجيب 3 قمصان جديده في السنه، لا هيجيب قمصين. يعني فيما معناها هي كلها يعني بيقدم، اذا كان بيركب اوبر لا هيركب اتوبيس وميكروباص. فهو عشان خاطر يوازن بين التحدي اللي هو ثبات مستوى الدخل وارتفاع مستوى الاسعار، هو بيعمل بيتنازل عن احتياج او اتنين، واحيانا بتبقى احتياجات مش ترفيهيه، احتياجات اضطراريه وضروريه. هو بس المطلوب من حضرتك يا دكتور مصطفى والحكومه ان احنا مش عايزين قائمه التنازلات بتاعه المواطنين ان هي تتمدد، يعني نكتفي بهذا القدر. وانا طبعا يعني عندي ثقه مطلقه في نيه الحكومه واخلاصها وحرصها على تحقيق الصالح العام، وعارف ان في تحديات بتواجهها اكبر يمكن من طاقتها، بس شويه لازم يعني نخبط على كتف المواطن قدر المستطاع. عندك معلش انه انا يعني لا بعتذر لا يعني طولت. لا انت عندك حق عندك يعني حق في كل كلمه قلتها. ارتفعت اسعار الوقود بالتالي كل حاجه ارتفعت. حتى سواقين الاجره هيرفعوا الاجره، المواطن البسيط الغلبان الموظف اللي على قده هيتصرف ازاي؟ هيجيب منين؟ هيعمل ايه؟ هيستلف هيجيب منين؟ ما دي برضو امور كتير. وانا عايز اقول لك معلش يعني نقطه اخيره، فكره بقى ان احنا رفعنا اسعار المواد البتروليه فتعريفه الاجره في المواصلات سواء الخاصه او العامه، ان احنا هندي تعليمات للوحدات المحليه ان هي تنزل تتابع، يعني احنا عارفين ان ده كله يعني مش هيحقق المستهدف. يعني لان يعني في علاقه وصراع داير ما بين المواطن ومقدم الخدمه. الحكومه مهما زادت جوده وكفاءة الجهاز الرقابي والتفتيشي مش هيحل المشكلة يعني، وعندنا الأسعار خير دليل. احنا عايزين رقابة على كل الأسعار على كل حاجة. يعني نتنقل للموضوع التاني. نتنقل للموضوع التاني ده مهم جدا بقى للأسف. لا هو كان فيه بس الموضوع بتاع الكانسر صح؟ موضوع الكانسر فهو الموضوع ده مهم جدا، أسباب انتشار الكانسر والجهود الطبية مش قادرة تحصر المرض ده، مرض خطير جدا. فده بصراحة يعني احنا الكانسر ده بيجي ازاي؟ احنا أجسامنا المفروض انها بتنظم بشكل تلقائي معدلات انقسام الخلايا في الجسم، لما بيحصل أي خلل في عضو ما بالنسبة لانقسام الخلايا هو ده مرض السرطان. عندنا أكتر من 200 نوع من السرطانات، مواجهة نوع معين من السرطان قدروا ان هم يواجهوها ويشفي كتير من المرضى، في المقابل في أنواع كتير جدا صعبة جدا ان احنا يعني علاجها صعب جدا وللأسف بتأدي للوفاة، خاصة سرطان البنكرياس ده خطير جدا، فدي ملوش علاج لحد دلوقتي. يعني يعني أنا عايزة أقول هنا بيقول لك من عام 2000 و2015 طور العلماء أدوية كتيرة 3% فقط اللي حظى بموافقة الجهات الصحية، انت متخيل؟ يعني هو احنا عندنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعني خلال الدوريات الصدر عنه عن أنواع الإصابات والأمراض ونسب الوفيات بين المصريين، كان بيتقال ان 8% من معدلات الوفاة او اسباب الوفاة بين المصريين خلال 2022 و2021 و2020
كانت بسبب أمراض السرطان. وإحنا طبعا عندنا معدلات الوفيات السنوية تقريبا بتقدر بحوالي 800,000 متوفي تزيد أو تنقص يعني. وبالمناسبة للعلم يعني عندنا المواليد بقت 2.3 مليون، وطبعا حصل فيها انخفاض في معدل الإنجاب والمواليد. نرجع تاني للوفيات، 8% من المتوفين المصريين سنويا بيبقى بسبب أمراض السرطان بمختلف أنواعه. يعني نقدر نقول إن معدلات أو أرقام وفيات بالسرطان يعني في حدود مثلا من 80-90 ألف مواطن مصري كل سنة بيلقى ربه يعني ويتوفى بسبب مرض السرطان. طبعا حصل تقدم علمي نسبي صح. وحصلت كمان نوع من انواع الانتصارات، حاجات رمزيه يعني. يعني يقول لك فلان نجح في ان هو يهزم السرطان وينتصر عليه ويتعافى ويرجع كما كان. حصلت شويه لكن في ناس السرطان يعني السرطان هو مرض بيطور نفسه. مرض فتاك يعني فتاك. وشديد الصعوبه. انا يعني عايز اقول للمشاهدين حاجه صغيره ان انا والاستاذ حسين استاذ حسين عبد القادر رئيس تحرير برنامج اختلفنا معانا على الهواء دلوقتي هو معانا استاذ حسين عبد القادر هو يعني اختلفنا حوالين الموضوعات اللي احنا نقدمها في الحلقه بتاعه النهارده لحضراتكم وهو كان مصر على موضوع يعني مناقشه مرض السرطان واسبابه واسباب انتشاره وكيفيه الحد منه ومواجهته وفي الاخر احنا نصعنا ليه وهو معانا على التليفون دلوقتي معانا استاذ حسين عبد القادر مدير تحرير اخبار اليوم ورئيس تحرير برنامج مشواري. اهلا بيك استاذ حسين. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. ازاي اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ حسين. والله انا كنت شايف ان انا يعني اصريت على طرح هذا الموضوع نتيجه اللي انا شايفه ولمسه على ارض الواقع من خلال الشرائح الاجتماعيه المختلفه اللي انا بتعامل معها. لم يعد هناك بيت او عائله او اسره الا واصبح هناك حاله اورام موجوده. لما بتوجه لمعهد الاورام، وعلى فكره معهد الاورام لم يعد هو الوحيد فقط اللي بيعالج، انما في كل المحافظات اصبح مراكز قوميه هناك بتعالج زائد الاقسام الملحقه بالمستشفيات الكبيره زي مركز ناصر وغيرها بزحام، وهذا الزحام يتزايد كل يوم عن الاخر، فاصبح الامر مخيف صراحه. المفترض ان محتاجين يعني زي ما بندرس زيجه احنا محتاجين برنامج حمله كبيره للتصدي لانتشار المرض اسبابه. حمله اعلاميه يا استاذ حسين. نعم حمله اعلاميه للتعريف بالمرض واسبابه اللي هي نجحت فيروس الكبدي. احنا محتاجين للاورام. احنا دلوقتي اهم الاسباب نتكلم عنها وعارفينها التدخين، وفي التدخين الايجابي والسلبي. إذا ليه ما تبقاش في حملة دلوقتي ناخدها على التدخين نقلل منه بأكتر قدر عشان أحاول أقلل من مسببات الأورام المنتشرة بطريقة، خاصة إن أورام الرئة هي أكثر بتخدير النهاردة في المقدمة في بداية أنواع الأورام المنتشرة يليها الكبد. طيب أنا ليه ما عملتش حملة عشان التدخين؟ ليه بالنسبة كمان المخصبات الزراعية والمبيدات اللي بنتكلم عليها من الأول؟ أي نعم في حصل يعني مواجهة مع الحاجات اللي كانت بتستورد من بره دون ضابط أو رابط وكانت بتخش، لكن احنا محتاجين النهاردة الفلاح مش من نفسه بيستخدم أي مبيدات. للأسف ده الحق الواقع الحال، بيستخدم مخصبات مبيدات بطريقة وبيتقال في النقطة دي يا أستاذ حسين إن يعني أحيانا بيبقى يتم الجمع وقطف المحصول كده وبيجي بيه على طول مباشرة على تاجر الجملة أو تاجر التجزئة للبيع المباشر قبل ما بيكون النبات نفسه تخلص من آثار المبيدات صحيح. اللي اتعرض ليها في عملية الرش. اسمح لي اقول لحضرتك ان في هذه طبعا حضرتك معلومات حضرتك صح جدا جدا اللي بتقولها، لكن احب اضيف مع حضرتك ان بعض مع المزارعين او المنتجين معدوم الضمير للاسف عشان بينزل المنتج بتاعه كبشاير يتباع باضعاف اضعاف اسعاره بغالي جدا، بيرش بعض المبيدات على الفاكهه ويقطعها وهي لسه خضراء ما استوتش، وبيرش هذه المواد وليها اسماء معينه في السوق اسماء شعبيه بتترش زي خاصة أكثر حاجة المانجا وهي لسه خضراء ومش استوتش بيرشها تبان إنها أصفر وإنها وهذا بتحمل سم قاتل لكل من يتناول هذه الفواكه. إحنا محتاجين حملة لكل هذه الأمور، مواجهة الفلاحين والكلام ده، تبقى حملة توعوية تنزل القرى والشوارع والنجوع وتوعي الناس. لا أنا عاوز وفي التلفزيون وفي الصحف
تنزل رقابة زراعية، تنزل أسواق الجملة، البضائع اللي بتنزل في غير أوانها وهي لسه قدامها شهر عشان تستوي، ولاقيها مستوية قدامي، ده طبعا وضع غير. ليه ما تخضعش هذه النوعية من المنتجات الزراعية للتحليل على طول؟ وبيبان هم من بعض الحاجات الظاهرية، مش لازم يفضل نعمل وبس، لا ده هو ممكن في ساعتها بيعرف إذا كان هذا المنتج تعرض ليه رش بعض الرش. يعني حضرتك يا أستاذ حسين متخيل إن يعني مرض السرطان ممكن يتم اتخاذ إجراءات استباقية ووقائية للتقليل من معدل الإصابة به، اللي هو الأكل الصحي والهواء الصحي والمياه الصحية وكذا؟ طبعا ده هو ده اللي قاله لنا أو بنسمعه من السادة العلماء، وهم بيقولوا الوقاية خير من العلاج بأي حاجة، فدي هي الوقاية الحقيقية اللي بتعفيني وتجنبني شر تعرض الأورام. النهاردة عم بروح أشتري الطماطم، النهاردة بيرش عليها حاجات بنفتحها من جوه بلاقيها بيضة، ما بعرضها على حد من الوزراء يقول دي فيها مواد مسرطنة تخدمة الفلاحة عشان تسويها بسرعة. طيب ازاي ده بتتباع وعادي؟ البطاطس اللي موجودة بيرشوها بالمبيدات عشان نحافظ عليها، بدل ما دخلها الثلاجه بيرشها بمبيدات. طب ما هو كل ده انا ببيع للسرطان. انا عايز الرقابه الزراعيه. عايز اضيف لحضرتك يا حسين بيه وحضرتك استاذنا، يعني احنا عندنا هيئه انا طلبت منها الحلقه اللي فاتت وبطلب من حضرتك على الهواء ان احنا الهيئه دي لازم نقف قدامها باحترام وبدراسه وبمناقشه، اللي هي الهيئه العامه للمعايير والمواصفات القياسيه والجوده، اللي هي المفروض تبع لوزاره الصناعه. الهيئة دي هي المفروض ان هي بتحط المواصفات بتاعة السلع والمنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج وفقا لمعايير واكواد معينة عشان خاطر تبقى صالحة وامنة للاستهلاك امام المواطن المصري. يعني مش اي سلعة تيجي من بره نقبل ان احنا ندخلها، لا، هي الهيئة دي بتحط المعايير نقبل بايه ونرفض بايه. فانت عند حضرتك دلوقتي مثلا موضوع الريسايكل او اعادة المعالجة او اعادة الاستخدام، في عندك مثلا منتجات بلاستيكية كتير جدا، يعني زي مثلا الناتجة عن المستشفيات زي اللي هي بتاعة المحاليل زي السرنجات زي كذا، إعادة التدوير. الله ينور عليك. فأنت في الآخر بيجي لك منتجات من الصين، ويعني والناس تصحح لنا، ممكن تبقى أصلا هو عبارة عن بلاستيك سبق وتم استخدامه وتم إعادة تدويره، هو في الأصل جاي من نقط خطيرة. فيجي عبارة عن قطعة بلاستيك، عبارة عن لعبة طفل، عبارة عن مش عارف كذا. طب ما ده خطير. يعني المستورد في الحالة دي بيهتم بالسعر القليل فبيجيب أي سلعة فتيجي البلاستيك. طبعا أنا على فكرة ما بوجهش اتهام للهيئة ولا لغير الهيئة، أنا بفترض فرضية، عايزين نتأكد إذا كانت صح لابد نواجهها فورا، إن ما كانتش صح يبقى خير وبركة. يعني إحنا عايزين نقف عند الهيئة دي يا حسين بيه كده ونطمن إن الأمور ماشية بشكل سليم فيما يتعلق بالسلع المستوردة من الخارج، لأن هي قد تكون بتساهم بشكل غير مباشر في الإصابة بأمراض خطيرة زي السرطان. صحيح. اسمح لنا أطلب من حضرتك إن إحنا إن شاء الله برنامج مشوار باعتبار إن هو برنامج وطني بيهتم بالشارع واحتياجاته وبحث عن مصالحه، إن إحنا يعني نطرح مبادرة نتبناها بإن كل حلقة يبقى في جزء بنجيب مسؤول في قطاع معين يتعلق بمواجهة مسببات السرطان، بحيث نحفزهم على يعني نشجعهم على ان هم بالمتابعه مننا ان هم يشتغلوا زي مصانع بير السلم اللي بتقوم بتدوير البلاستيكات وكده. في بعض القرى على اطراف القاهره او بعض المناطق هناك اصبحت مهمتها مصانع تحت بير السلم، بتلم من الكمامه، كل جماع كمامه اللي بيلقطوا الحاجات بيجمعوها البلاستيكات ويعود تدويرها هناك. احنا ليه ما بنشوفش الكلام ده كله وتبقى حملات زي ما تكون؟ ليه توقفت كل هذه الحملات واصبحت هذه الاماكن بتشتغل ولا بدون اي خوف ولا اي قلق؟ حضرتك فاكر يا حسين بيه كده في السبعينات والثمانينات كده ويمكن بدايه التسعينات كانت عملت حملات كتير جدا على البلهارسيا، شارك فيها ممثلين كبار جدا وجابت اثر ايجابي كبير جدا. يعني كان في انتشار لمرض البلهارسيا في التوقيت ده، لكن الممثلين والحملات ليه ما نعملش حمله اعلاميه توعويه بالشكل ده بالتعاون مع وزاره الصحه والهيئه الوطنيه للاعلام وكذا وكذا؟ صحيح. بحيث ان احنا نوعي الناس ازاي ممكن يتجنبوا قدر الامكان الاصابه بالمرض ويعيشوا حياه صحيه وحياه سليمه. يعني صحيح.
انا بتمنى ان برنامج مشواري يبتدي هو بطرح هذه المبادره، وان كل فعاليات المجتمع يعني تبتدي معانا وتتحرك معانا باذن الله، لان هذا الموضوع خطير جدا جدا، وبصراحه لان خطير على الامن القومي، خطير لان بيستهلك النهارده علاج الادويه بتاعته مكلفه جدا جدا، واصبح ماساه في كل بيت عنده مريض. حقيقه يا استاذ حسين عندك حق، انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا، موضوع مهم جدا وخطير جدا ولازم نهتم بيه. استاذ حسين عبد القادر مدير تحرير اخبار اليوم ورئيس تحرير برنامج مشواري، انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ حسين، وان شاء الله يعني مكملين مع حضرتك ونواصل متابعه كل الملفات المهمه وعلى راسها هذا المرض اللعين. احنا عندنا ايه رايك في الاطلاله بتاعتي؟ الاطلاله بتاعتك هايله جدا. احنا الموضوع بمنتهى الاختصار ان احنا بيخرج علينا فنانات وممثلات يعني بيبقوا عاملين زي فوتو سيشن، يعني مجموعه من الصور وبتتعرض وبتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. الصور ما فيهاش حاجه غير ان احنا يعني الفنانه او الممثله بتحاول تجتهد قدر المستطاع في لفت الانظار من خلال يعني ان هي بترتدي ملابس كاشفه لاجزاء سواء كانت اجزاء يعني وساخنه وجريئه وكذا واستعراض، يعني كنوع من انواع الاستعراض للجمال. بيقال ان كان زمان دايما الناس كانت بتهتم، الممثلين والفنانين والمغنيين وكذا، كان الناس بتتنافس فيما بينهم على ايه، ان هم يقدموا ادوار عميقه يعني ملهمه للشباب، فيها توجيه، فيها توعيه، فيها ابداع. لكن النهارده الموضوع خرج من الاهتمام بالمضمون وبالفكر الى الاهتمام بالجسد والاطلالات. وبعدين الحاجه المستفزه انه يجي مثلا يعني حساب لجورنان على وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك الفنانه الفلانيه تلفت وتخطف انظار الجميع ومعجبيها ومش عارف ايه باطلاله رائعه في ايه. يعني انا عايز احط نفسي مكان البني ادم اللي بيبص على الصور دي، يعني هم زمايلنا في الاعداد بيحاولوا يحطوا صور بس انت عارفه واضح يعني ان هم محرجين كانوا محرجين بس بقوا مش محرجين شويه بس دلوقتي. انا اقول لك على حاجه يا ابراهيم، الفنانات بيحطوا صورهم على البروفايل الشخصي بتاعهم على المواقع الاخباريه بقى، او اللي عايزين ياخدوا او يحط يعني يكونوا موجودين هم اللي بينقلوا الترند. يعني هم اللي بياخدوا الصور دي بكاش مايو، اطلاله الفنانه اللبنانيه قمر على البحر بالكاش مايو. ايه اهميه الخبر ده؟ انا مش عارفه. هي مش عامله خبر، هي حاطه الصوره دي على بروفايلها الخاص. بس يعني لو انا قاري كويس، هي صفحه اسمها فن وثقافه. اكيد دي يعني زميلنا في الاعداد دي تبع صحيفه، الصوره دي منشوره في صحيفه يعني تبع اكاونت بتاع صحيفه معينه، تبع موقع صدى البلد. موقع صدى البلد. طيب يعني المواقع الالكترونيه يعني بتاخد يعني الحاجات. انا صراحه برضو يعني ايه بحط خط تحت يعني اهتمام المواقع الالكترونيه والصحف والمجلات بالاخبار او بالصور اللي بالنوع ده. انا اعتقد ان في عندنا حاجات اهم كتير من كده، واعتقد ان احنا مش هنفيد المشاهد او المتابع للصحيفه ان احنا ننشر له صوره واحده كشفه واجزاء كتير من جسمها. الجمهور يا ابراهيم بقى بيحب الحاجات دي. الجمهور للاسف بقى توجهه كده للشكل. على فكره معظم التعليقات على الصور دي في المواقع دي كلها واحنا مالنا، طب ما تلبس، احنا هيفيدنا بايه الخبر ده؟ طب انت داخل تعلق ليه؟ انت ممكن تطنش خالص وما تعلقش. تعليقك ده نشر للموضوع اكتر. وجهه نظر يعني بس قدامها وجهه النظر المضاده. ايوه انا في حاجه شفتها ما عجبتنيش عايز اعلق عليها. انا فعلا مستغرب سواء كانت الصحف او المجلات او الحسابات الخاصه للممثلين والممثلات اللي بيطلعوا يعملوا فوتو سيشن ويلبسوا ازياء ويلبسوا ملابس من اغنى ما يكون وميك اب وكذا وكذا، وبعدين يحطوا صور. عايزين انتوا عايزين توصلوا لنا ايه يا جماعه؟ ترند. يعني حضراتكم عايزين توصلوا لنا ايه؟ هل انتوا فاهمين ان انتوا بالشكل ده هتبقوا مثل يحتذى بيه بالنسبه للشابات والبنات الموجوده في المجتمع يعني، ولا انتوا مثل هيبقى مثل سلبي؟ انا شايف الحاجات دي حاجات برايفت، حاجات شخصيه، حاجات خاصه تبقى موجوده على حساباتكم الشخصيه ومقفوله ومغلقه على قدكم وفقط. لكن انتوا بتنشروا علينا الكلام، انتوا عايزيننا نشوف ايه وايه النتيجه؟ ولا هم بيسوقوا نفسهم يا نهى للمنتجين والمخرجين؟ هرد عليك بلسانهم. انا باثير الجدل بصورتي، وبالتالي
المواقع هتنشر صورتي، هيحصل جدل بين المواطنين مؤيد ومعارض، هبقى ترند، حلفت نظر المنتجين هياخدوني اكتر عشان هكون دعايه حلوه ليهم جدا، او دعايه هتكسبهم كتير قوي في فيلمه الجديد او 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 او. طيب يعني ده مش هيأثر على التركيبه المجتمعيه طبعا؟ يعني هل ده هيبقى نمط يحتذى احنا بقينا تفهيم؟ احنا زميلنا في الاعداد بيقولوا ان احنا معانا الدكتور جمال. احنا معانا الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحه النفسيه. اهلا. اهلا استشاري الطب النفسي، منور الدنيا كلها. اهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك يا دكتور، احنا كنا في موضوع ما اعرفش حضرتك لحقتني واحنا بنتكلم فيه، اللي هو موضوع ان تخرج فنانه يعني كاشفه قدر المستطاع ولابسه لبس ساخن وجريء وكذا، واطلاله وتخطف الانظار، فمدى تاثير ده من وجهه نظر حضرتك على التركيبه المجتمعيه والشابات والبنات المصريات في التوقيت ده؟ بص يا فندم، طبعا هنا انت بتتكلم في جزء شقين، في شقين، في شق من فعلت هذا هي خدت الترند، فبالتالي بتاخد فلوس اكتر، بتطلب من المنتجين اكتر زي ما الاستاذ قالت دلوقتي بالظبط. وعندنا مثال، يعني كان قدامي بعض الفنانين والرواتب بتاعتهم في احدى الحفلات، فقالوا الفنانه دي مشاكلها الكتير بتغليها مع المنتجين عشان بيبقى ليها طلب مع الجمهور اكتر من الفنان اللي ملوش مشاكل. يعني تخيل، دي هذه العقليه التي تدير العمليه الفنيه والمنتجين. هي عايزه تبقى تحت الانظار ومحط الاحداث ومسار الجدل. يعني مراكز المواقع الاخباريه بتجيب سيرتها، التلفزيون بيجيب سيرتها، فبيبقى هنا الاجر بتاعها اعلى من اللي ما حدش بيجيب سيرتها. صحيح. طبعا كل ده بيأثر على الشخصيه. يعني احنا النهارده مشكلتنا في مصر عندنا انحدار ثقافي وللاسف بيزيد. مع الناس دي هي دلوقتي الناس الاعلى المحتذى. النهارده بنشوف فتيات بتطلع على بعض مواقع السوشيال ميديا بتتكلم بصوره قد تكون يعني غير لائقه، بتلبس لبس قد يكون غير لائق، تقول لك ما ده ترند وبركب الترند وباخد فلوس من وراه وباخد شهره من وراه وبطلب في اعلانات من وراه وبتجيلي ازاي يا دكتور نغير الثقافه دي نفسيا؟ نغيرها ازاي؟ بص يا فندم، ده مش هيجي بكلمتين هنقولهم في برنامج، ولا دي منظومه، المنظومه دي بتشترك فيها وزاره الثقافه، وزاره الاعلام، الازهر الشريف، الكنائس المصريه، وزاره الشباب والرياضه، لازم تبقى منظومه. بمعنى ايه؟ النهارده لما الشيخ في الجامع يطلع يوم الجمعه يتكلم على موضوع معين، ولا الموضوع ده في مسلسل تلفزيوني بيتذاع، ولا الموضوع ده بيتقال في برنامج توك شو في التلفزيون، ولا نفس الموضوع ده بيتكلموا عليه في الاذاعه، فهنا ذهني بيبدا يتقرب اليه، ببتدي افهم الموضوع بسرعه صح. لكن كل واحد فينا يتكلم في جزء منعزله، ده يقوله مره وده يقوله بعد شهرين وده يقوله بعد ثلاثه والشيخ في الجامع يقوله بعد خمس شهور، هيتنسي. فهنا لازم ان احنا نفهم الناس ونوعي الناس بصوره سويه، ان الالتزام الاخلاقي والالتزام السلوكي بياخدنا لكذا، وفي نفس الوقت لازم رادع للناس دي. النهارده الناس دي مش ان انا اكافئها واديها فلوس ولا اديها برامج ولا اديها مسلسلات تمثلها، بالعكس لما يبقى في رفض من المجتمع للناس دي والناس تحكم عن مشاركتها لمجرد ان هي اثارت الراي العام بصوره معينه. صحيح. او بشكل معين غير مقبول، لو مره اترفضت في الثانيه في الثالثه اعتقد غيرها كتير جدا. صحيح يا دكتور. هيتراجعوا وهيقلدوها. وكمان الرقابة على المواقع الإلكترونية اللي بتنشر الكلام ده. عايزين نروح لموضوع مهم جدا يا دكتور، يعني 25% من المصريين بيعانوا من الاضطرابات النفسية، من الاكتئاب، الكلام ده 26%. كمان 26%. تمام. ايه يا دكتور، احنا مكتئبين وزعلانين ليه؟ لا بص يا فندم، دائما وابدا الامراض النفسية هي ليها نسب على مستوى العالم كله. تمام. يعني الاكتئاب لما نتكلم من 2-3%، انفصام 1%، اضطرابات الوجدانية من 3-4%، دي نسب ثابتة على مستوى العالم. يعني حضرتك يا دكتور عايز تقول ان ده معدل طبيعي، يعني 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 معقول، يعني محتمل وفقا للمعايير العالمية ان يكون، ولكن الزيادة اللي عندنا هي في الاضطرابات النفسية. نسب الاضطرابات النفسية عندنا فعلا في زيادة فيها، طبعا مع الضغوط الاقتصادية، مع انتشار المخدرات المخلقة اللي هي المصنعة محليا، دي كلها زودت نسب الامراض النفسيه. وهنا في اضطرابات، الاضطرابات دي اللي بتاخدك للمخدرات، الاضطرابات اللي بتاخدك لتضرب حماتك، الاضطرابات اللي بتاخدك
ان انت الراجل اللي بيضرب مراته، الست اللي بتضرب جوزها. يعني ايه اكتئاب يا دكتور؟ لسه بالطلاق. يعني ايه يعني احنا إيه عندنا في حاجه اسمها شخصيه وحاجه اسمها مرض. الشخصيه ده جزء بيجي من الوراثه، جزء من التربيه، جزء من الخبرات الحياتيه، بيكونوا لي شخصيه انسان. في عنصر اخير اسمه اللي هي الاصابه عضويه في المخ. في ناس كتيره جدا بتاخد المخدرات المستحدثه، بودو والشابو والستروكس، الحاجات دي بتاثر على المخ، فبتبدا تغير في نمطيه الشخصيه باصابه عضويه للمخ نفسه. ايوه. وبالتالي بنلقى منهم عنف، بنلقى منهم تصرفات معيبه، هي دي اللي زودت نسب الاضطرابات النفسيه عندنا في مصر. طب دكتور يعني ايه اكتئاب سريعا كده؟ وهل ممكن حد يبقى عنده اكتئاب وهو مش عارف ان هو عنده اكتئاب؟ بص يا فندم، الاكتئاب مرض عضوي في المخ. الاكتئاب 9 انواع. في عندي اكتئاب وجداني، في عندي اكتئاب تفاعلي، في اكتئاب ما اثناء الحمل، اكتئاب ما بعد الولاده، اكتئاب بيجي بعد التقاعد، اكتئاب نتيجه تعاطي بعض الادويه، اكتئاب بيجي مع انقطاع الطمث للسيدات، انقطاع اكتئاب الدوره الشهريه مع السيدات. كل دي انواع اكتئاب. واختلاف الفصول مختلف. اختلاف الفصول بيحصل اكتئاب. اكتئاب تغيير الفصول هو الوجداني. قلنا اول واحد. النهارده عشان نقول كلمة اكتئاب معناه ايه؟ معناه في فقدان شغف، انا ماليش رغبة اخرج، ماليش رغبة اتكلم مع حد، ماليش رغبة ارد على التليفون، ماليش رغبة اسافر، ماليش رغبة اكل مع الناس، ماليش رغبة الكذا، فقدان الشغف التام، قلة التركيز والانتباه، مش عايز اروح الشغل، مش عايز اتعامل مع الناس. الى جانب الحركة بتاعتي بطيئة. ده حضرتك كده بتتكلم عليا يا دكتور باور. مع كلنا للأسف. تعالى بعد كده تلاقي الشخص ده ان عينيه وشه الحواجب مرفوعه برقم 8 ومش واخد باله. الابتسامه بتاعته بتيجي من الفم ما بتجيش من العين، فبنسميها الابتسامه الكاذبه او البياضه. اللي بيضحك باستمرار. الاكل مش من الاكل مش بياكل من كتير قوي او ما ياكلش خالص. النوم يا ينام كتير قوي يا ما ينامش خالص. كل دي اسمها اعراض اكتئابيه. ليه الشخص الكوميدي كلها. ليه الشخص الكوميدي بيكون اكتر اكتئاب من غيره؟ لان دي يا فندم في حاجه عندنا اسمها يوم هارد ديفنس ميكانيزم، في احد اساليب الدفاعيه يوم هارد ديفنس. ده اسلوب كان راجل ياباني اسمه يوم هارد، قال لك الناس اللي دائما اكثر اكتئابا تميل الى الضحك واضحاك الاخرين، يبدا يتريق على نفسه، يتنمر على نفسه عشان الاخرين يضحكوا، عشان يتخلص من الشعور بالعبء الاكتئابي المسيطر عليه. الستات اكثر اكتئابا ولا الرجاله يا دكتور؟ احنا قلنا انواع الاكتئاب منهم 5 اكسكلوزيف على السيدات. اكسكلوزيف صح. الثانيين في السيدات والرجاله. ستات فرفوشه. يعني الستات اصلا عندهم يعني حاجات خاصه بيهم، فبالتالي بتعمل لهم اكتئاب اكتر. أيوة. يبقى الستات اكثر اكتئابا. لكن طب والشباب يا دكتور؟ هل الشباب يعني بتنتشر فيه معدلات الاكتئاب ولا هي في كبار السن؟ لا بص يا فندم، احنا عندنا في اطفال صغيرين عندهم اكتئاب. اطفال؟ المراهقه طبعا. طبعا. مرض الاكتئاب العضوي او اللي هو الوجداني اللي هو بيجي مع تغيير الفصول اطول يعني اكثر فتره للظهور فيه من سن المرحله السنيه من 15 ل 25 سنه. اللي هي مرحله المراهقه. ايه الاكتئاب اللي بيؤدي للانتحار يا دكتور؟ الوجداني يا فندم اللي هو الاكتئاب الوجداني اللي هو بيجي مع تغيير الفصول، بنلقى فيه من الميزات بتاعته التباين بين الليل والنهار، يعني اما الصبح يبقى شديد جدا ويقل بعد المغرب، او العكس يبقى الصبح كويس المريض حاسس بشعور ان هو افضل شويه، بعد المغرب بيبدا يزيد عليه فعلا. طب دي مصر ترتيبها ايه بين مصر ترتيبها ايه في الدول مصر في دول ايه معدلات الاكتئاب او الانتحار بسبب الاكتئاب مصر ترتيبها ايه بين الدول؟ بص يا فندم، بالنسبه للانتحار في مصر بالنسبه للدول العربيه الرابعه. مصر الرابعه. بالنسبه لعدد ان احنا بنعملها نسبه وتناسب عدد السكان. في 3 دول عربيه قبلنا في عدد يعني في نسبه السكان لنسبه الانتحار. بالنسبه لدول العالم احنا 79 على مستوى العالم. حضرتك قلت قبل كده في تصريحات صحفيه ان مدعو العلاج بالقران الكريم احد اسباب انتشار ظاهره الانتحار بمصر، ازاي ده يا دكتور وضحها لي؟ بس يا فندم لازم نتفق ان مريض الاكتئاب، مريض الفصام، مريض الوسواس القهري، دي امراض عضويه في المخ. النهارده انت بتشخصيها بالرنين، بتشخصيها بتحاليل، وتقول له انت عندك مرض كذا. المرض ده له علاج. لما النهارده في بعض الناس بيروح لبعض المدعيين يقول له وقف العلاج وانا هعالجك، بتكون النتيجه طبعا ان المرض بيزيد بيصل للانتحار. النهارده لما تكون مريض وسواس قهري والمريض الوسواس القهري ده اساسا واحد متزمت زياده عن اللزوم في الافكار الدينيه بتاعته، وبيحاسب نفسه على كل شيء، ويروح لواحد بمجرد كلمه يقول له يا سيدي بس لما تقرب من ربنا ربنا هيشفيك،
امال انا كل اللي بعمله ده ومش متقدم من ربنا اروح انتحر بقى؟ مريض الفصام، اللي هو مريض الفصام ده قنبله موجوده في اي بيت لو اهملنا علاجه، ممكن يكون خطر على نفسه او على الاخرين. معاه لو السمعيه، ممكن لو السمعيه تاخده للانتحار، لو السمعيه تخليه يقتل حد قريب منه. النهارده لما يجي يروح لواحد يقول لا وقف العلاج وانا هعالجك، انت كده بتدمر اسره، بتدمر انسان، ممكن ياذي حد او ياذي ناس ملهاش اي ذنب. عشان كده دايما بيقولوا يا اخوانا سيبوا المرض، المريض النفسي ملوش غير طبيب نفسي يعالجه. بعد ما تعالج انت تروح بقى اللي يقرا لك قران، يقرا لك اناجيل، اللي عايز يعمل لك موسيقى، اللي عايز يعمل لك مش عارف، اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، بس بعد ما العيان ياخد العلاج بتاعه. هو العلاج بيبقى شقين يا دكتور فعلا، اللي هو ادويه وجلسات يعني حوار ونقاش وكده. بص يا فندم، في عندنا علاج دوائي، في عندنا علاج سلوكي، عندنا العلاج المعرفي، عندنا علاج بالتي ام اس، عندنا علاج بجلسات الكهرباء، عندنا علاج دلوقتي بالبخاخات اللي هي عن طريق الانف. كل دي انواع علاجات، كل مرض وله علاجاته اللي واخده الموافقه من الاف دي اي. طيب يعني هو العلاج بياخد فتره طويله دكتور؟ معروف دايما الامراض النفسيه يعني دايما يعني مش اللي هو مثلا عندي مشكله في الجهاز الهضمي فرحت للدكتور فاخدت دواء فخلاص بقيت كويس. يعني معروف ان هي بتاخد. مريض السكر يا فندم، مريض السكر بياخد العلاج مده قد ايه؟ لا بيعيش مع السكر هو. مريض الضغط بيعيش مع الضغط. طب انا مريض الفصام هيعيش مع العلاج العمر كله. انا اعرف ناس ما زالت بقالها سنين بتاخد علاج ضد الاكتئاب وما زالت مستمره عليه ومش قادره تبطله. بص يا فندم، زي ما قلت لحضرتك، مريض السكر بياخد علاج العمر كله، مريض الضغط علاج العمر كله. انا مريض الاكتئاب حسب الحاله، انا لما بيجي لي يونيك بيشنت يعني لسه اول مره، بنقول له اول مره ليك العلاج 9 شهور. خد العلاج اتنكس، بنقول له هنمدها لسنه. خد علاج اتنكس، بنقول له سنتين. اتنكس ثالث مره خلاص، لما تمشي على العلاج بجرعه صغيره تحميك العمر كله. بيتم مريض الفصام من الاول، لو تشخص فصام بنقول له هنمشي على علاج مدى الحياه. هي ظروف اقتصاديه دكتور ممكن تؤدي للاكتئاب؟ يعني لما يبقى فيه مشكله في مستويات الدخل بالنسبه لمواطن وفجوه كبيره بين احتياجاته وامكانياته، يعني هل ده ممكن يؤدي الى اكتئاب؟ دكتور جمال حضرتك معانا يا دكتور؟ دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، انا بشكرك شكرا جزيلا. هو تقريبا الخط قطع. الخط قطع بس انا يعني احنا هنطلع فاصل صح؟ نطلع فاصل بس قبل ما نطلع فاصل هيجيب اكتئاب، انا بجاوب هيجيب اكتئاب. احنا جالنا اكتئاب. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني. شكرا جزيلا. لسه مكملين في برنامج مشواري، والفقرة الأخيرة عن ظاهرة انحصار مياه البحر اللي تأثرت بها محافظات بورسعيد، الدقهلية، اسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، وأحدثت قلق عند المواطنين، وكان في تردد كده من مخاوف أنه ممكن يحصل تسونامي، وده دفع الدولة المصرية لاتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المواطنين، كان أبرزها التنسيق مع شركات الإنقاذ المتعاقدة مع المحافظات المذكورة اللي أنا قلتها للاستعداد الكامل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تيارات سحب شديدة في حالة حدوثها، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات المتأثرة لتوفيرها بالمناطق القريبة والمحيطة بالشواطئ، وفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وغيرها من الإجراءات الكتير اللي اتخذتها الدولة علشان موضوع انحصار مياه البحر في المدن المطلة على البحر المتوسط. يعني احنا عندنا الازمه في البحر المتوسط، ما عندناش مشكله الحمد لله في البحر الاحمر يعني. لا هي المشكله في البحر المتوسط. طبعا الناس تركز في نطلع البحر على السخنة يعني. بصي هو معانا احنا معانا الدكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. كل المشاهدين اهلا بيك. اهلا وسهلا. تسلم لي يا فندم. دلوقتي يعني الشركات الاستثمار العقاري بتعمل حاجات لطيفه جدا، بتبني قرى سياحيه على الساحل الشمالي، وبتخلي أسعار الفلل الصف الأول 4 أضعاف ما سواها يعني. فهل إحنا كده الناس بقى في الصف الأول يخافوا بقى الفلل بتاعتهم هتغرق في المية ولا الدنيا؟ لا الدنيا الحمد لله الدنيا أمان يعني. لا الحمد لله اللي بيحصل دلوقتي يعني. أقول لحضرتك النهاردة على سبيل المثال كان في بعض الرياح بترفع الامواج بعض الشيء، فالامواج كانت مرتفعه شويه، وده بيحصل عادي. ايضا في بعض الاوقات في نواد
المواد دي الامواج فيها بترتفع، وكان في احيانا المياه بتغطي طريق الكورنيش في اسكندريه، حتى بتبقى بتشوف الطريق من البحر. فدي ايام بتبقى ايام معدوده في السنه وبعض الظروف لكن دي كلها امور طبيعيه. ما حدث يوم الاحد الماضي كان في زلزال الى حد ما يعتبر قوي شويه بالنسبه لزلازل البحر المتوسط، لان البحر المتوسط من المناطق اللي هي قليله الزلازل على مستوى العالم. بيحصل يوميا في زلازل ولكن بشده من 2 ل 4 او 4 ونص درجه بمقياس ريختر. هذه الدرجه احنا بنقول عليها زلازل خفيفه. لما تبقى 5 وي بتبقى زلازل متوسطه. لكن بالنسبه لنا احنا لما تبقى 5 وي بالنسبه لنا لا مش متعودين عليها فتبقى عاليه شويه، يعني زلزال 92 في مصر كان 5.8 فكان بالنسبه لنا مدمر. صحيح. لكن في شيلي الاسبوع اللي فات كان في زلزال شدته 7.6 ما فيش ولا واحد اصيب. فاذا هنا بتفرق برضه. فاحنا في البحر المتوسط الزلازل يعني خفيفه الى متوسطه، هذه النوعيه من الزلازل لا تسبب تسونامي. والتسونامي هو عباره عن امواج بحريه نتيجه اهتزاز قاع البحر، فلو اهتز بشده من زلزال قوي بيعمل موجات كبيره وتصل الى الشواطئ وتبقى مدمره. لكن الحمد لله بما ان البحر المتوسط ما هوش مناطق زلازل ضخمه، ولما بتحصل زلازل موجود في تركيا، ولكن معظم الزلازل في تركيا بتبقى داخل الاراضي التركيه بعيدا عن الشواطئ، وبالتالي التاثير عشان يحصل تسونامي يبقى الزلزال يكون بؤره الزلزال او مركزه يكون داخل البحر، ويكون على الاقل 6.5 إلى 7 درجة. واللي حصل ان هو 5.3 ده يعتبر زلزال متوسط. لا وهو لما بيحصل على حدود الحدود الشماليه للبحر المتوسط، طبعا احنا جنوب البحر المتوسط، فبيحصل على الحدود الشماليه بيتلاشى تاثيره، خاصه يعني عقبال ما يوصل على حدود الساحل الشمالي وسواحل مصر بيتلاشى تاثيره. لكن هذا صحيح. لكن يا دكتور يعني برضو عشان نبقى عارفين، يعني حضرتك بتتوقع، مش بتتوقع طبعا عشان برضو ما سنتش حضرتك كلام غلط، في حاله حدوث زلزال يتجاوز 6 ريختر ممكن يحصل تسونامي على الاقل 6.5. 6.5 تمام، يحصل تسونامي. ده ما التسونامي في الحاله دي شكله ايه؟ يعني امواج بارتفاع قد ايه وسرعه الامواج قد ايه تقريبا؟ ايوه، لما بيحصل زلزال قوي على الاقل بنقول 6.5 ويكون داخل البحر، يعني بؤرته تكون تحت قاع البحر نفسه. وكمان بنزيد عليه ايه، يعني مش اي زلزال شدته 6.5 او 7 يعمل برضه تسونامي، ان يكون فيه تشقق في القشرة الأرضية تحت ويكون حصل انزلاق مفاجئ. انزلاق هنا يعني في كتلة هبطت، يعني تحرك، التحرك سريع. التحرك السريع ده كأنك بنقذف حجر في المية. فالتحرك السريع ده يروح عامل اضطراب في الأمواج، اللي هنا بتبدأ الأمواج البحر، مية البحر تعلى وتنخفض، دي اللي هي الأمواج، وتبدأ تتحرك زي ما بنرمي حجر في بركة مية. كويس. أول ما بترمي الحجر بتتكون أمواج دائرية. برضو اللي يحصل التسونامي عبارة عن أمواج دائرية ومركزها هو بؤرة الزلزال، وبتتجه في جميع الاتجاهات. هنا بقى حسب قوة الزلزال وحسب كمان عمق الزلزال، ممكن الزلزال العميق تأثيره على السطح هيبقى أقل. ولكن لو كان قريب من السطح هيتسبب في اضطراب شديد في سطح المية. فإذا التسونامي يبقى هي موجات، وارتفاع الموجة هيعتمد على مركز الزلزال على عمق قد ايه في تحت. يعني احنا يعني بنمشي في الخيال ونقول ارقام تقديريه، يعني ممكن يوصل ارتفاع الامواج لقد ايه تقريبا؟ يعني من متر الى 10-20 متر. من متر الى 10 متر وتقريبا سرعه الـ يعني والسرعه السرعه احنا هقول لحضرتك ان مراكز الزلازل اللي بتحصل في البحر المتوسط معظمها بيحصل على الخط الفاصل ما بين اللي بنقول بقى الصفيحه الافريقيه مع الاوروبيه. ودي عند جزيره كريت. وكوبروس وصقلية. فالزلازل تبقى هناك. فاذا المسافه يعني ما بين جزيره كريت ومرسى مطروح حوالي 500 كيلو. والاسكندريه تبقى 700 والقاهره تبقى 900 وهكذا. اذا زي ما حضرتك قلت كل ما ايوه كل ما المسافه بتزداد الشده بتقل والتاثير بيقل، حتى الامواج هتبدا هناك قويه وتبدا تقل لما توصل للشواطئ المصريه. طب احنا دلوقتي يا دكتور احنا اتلخبطنا،
احنا نخاف ان ميه البحر مستواها يعلى ولا نخاف ان ميه البحر مستواها ينخفض؟ يعني جونسون رئيس وزراء بريطانيا في مؤتمر المناخ قمه المناخ كاب 26 قال لك ان الاسكندريه وشنغهاي ومش عارف مدينه ثالثه دولت هيختفوا من على الخريطه، وميامي هيختفوا من على الخريطه. ودلوقتي الكلام على ان جزيره كريت هتعمل حصل فيها كذا فاحتمال يحصل تسونامي، كلام موافق مع كلام جونسون، لكن بعد كده بنتكلم على انحسار ومد وجزر وقمر وضغط، يعني احنا مش فاهمين حاجه. لا لا بالراحه كده، كلام جونسون على ان تغيرات مناخيه الى حد ما بتبقى دائمه وان منسوب سطح البحر يرتفع نتيجه زياده كميات المياه في البحر، لان هيحصل ذوبان في المناطق الجليديه والمياه تيجي تصب في البحار ومنسوبها يعلى. هنا هيبقى الارتفاع منسوب سطح البحر دائم، بمعنى ان الشاطئ مثلا دلوقتي على اسكندرية لو المياه في الداخل مثلا 50 متر يبقى هترتفع وتبقى في الداخل على بعد حوالي 20-30 متر وهكذا. فاذا ده ارتفاع دائم لمنسوب سطح المية، ده اللي هو يقصده ده التغيرات المناخية. هو ارتفاع درجة حرارة 4 درجات مثلا او حاجة زي كده تعمل الكلام ده. لا ده احنا بنتكلم في درجه واحده زادت خلال 100 سنه تمام. واحنا ودلوقتي املنا ان ال 50 سنه اللي جايه لو بالاستهلاك الحالي وطريقه ونفس عمليات التلوث ان ممكن نزيد درجتين في ال 50 سنه، فاحنا عايزين لا ما يعني ما نزيدش اكتر من درجه. فاذا لكن ما نتحدث عنه الان هي ظواهر طبيعيه بتحصل في البحر. طب خلينا يا دكتور انا يعني منها الامواج منها الرياح، يعني اليوم كان في سرعه رياح عاليه على السواحل وبالتالي رفعت الامواج بعض الشيء، ده يعني هذا شيء عارض وهياخد النهارده وبعض الساعات وينتهي هذه الموجه. ولا عشان كده برضو احنا لما هيئه الارصاد بتحذر وتقول يعني البحر عالي وفي امواج بالنسبه للصيد وبينصحوا بعدم الصيد النهارده مثلا. اذا هذه امور طبيعيه بتحدث. وبرضو عندنا النواه عارفين النواه دي عباره عن رياح شديده وامطار غزيره على السواحل، بنبقى عارفين ايامها ومسميين كل نوه باسم معين، فبنبقى عارفينها وبنتجنبها اذا كانت شديده، بنقفل المواني في اليوم ده او اذا كان يومين، وبالتالي هذه ظواهر طبيعيه بتحدث بصوره طبيعيه. ما حصل في البحر المتوسط من زلزال يوم الاحد، ده زلزال خفيف، ده زلزال لا متوسط. كلامك يا دكتور رساله يعني بتطمن بيها المصريين ان شاء الله خير. لكن خلينا نروح سريعا لاثيوبيا. الانهيارات الارضيه في اثيوبيا ممكن تهدد سد النهضه، وده تاثيره ايه على مصر؟ طيب اثيوبيا مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع تقريبا قد مساحه مصر، فيها مناطق سد النهضه موجود في منطقه ذات طبيعه جيولوجيه مختلفه، زي ما احنا بنتكلم في مصر دلتا النيل غير منطقه سانت كاترين غير منطقه غير شمال سيناء غير، فاذا اثيوبيا مش كلها زي بعضها. منطقه سد النهضه لها بيئه جيولوجيه مختلفه عن المنطقه اللي حصل فيها انهيارات حاليا. المنطقه اللي حصل فيها انهيارات هي منطقه في الجنوب ليس لها علاقه بمنطقه سد النهضه على الاطلاق، كان احنا بنتكلم على حاجه في القاهره وحاجه في سيناء. فالمنطقة اللي حصل فيها انهيارات هي منطقة فيها الأخدود الإفريقي، ففيها منطقة منخفضة جدا وجنبها جبال، وهذه الجبال فيها طبقات وفيها الكرة موجودة على سفوح الجبال وعلى الجبال نفسها، الجبال مائلة الطبقات مائلة وفي انحدار في الطبقات. لما بتسقط أمطار غزيرة في هذه الحالة الأرض بتتشرب كمية كبيرة من المياه، وهي عبارة عن طبقات مرتفعة ومنحدرة، فالطبقات بتزيد في الوزن فتنزلق. اللي حصل ده الانزلاق ده بيبقى انهيارات صخرية، وخصوصا ان هذه الكرة فقيرة ومباني فيها ضعيفة زي مباني الكرة عندنا زمان، وبالتالي اي كمية امطار. فاللي حصل ده بيحصل سنويا، يعني السنة اللي فاتت حصل برضو في نفس المنطقة انهيارات ومات 50، لكن من اللي كان 50 مش زي 300. فهذه المرة من الأعداد كبيرة فالإعلام اهتم، لكن هذه الخصائص إثيوبيا أن فيها جبال وطبقات ممكن تنزلق وفيها أمطار غزيرة في شهور 7 و8 و9، فإذا هذا هو الجو الطبيعي في إثيوبيا. لكن منطقة سد النهضة منطقة لها مشاكلها جيولوجية من نوع آخر، هي منطقة فيها يعني بتحاط بجبال بركانية وفيها انحدارات شديدة وفيها فيضانات غزيرة ممكن وفيها صخور متشققة، فإذا يعني البيئة مختلفة. هنا برضو بنخشى على سد النهضة من إنه حجمه ضخم
في بيئة فيها مشاكل جيولوجية وفوالق وحضارات شديدة ومياه جاية من آلاف الأمطار. يعني عندنا القمم في إثيوبيا بتصل إلى 4600 متر، سد النهضة عند 500 متر، يعني في حوالي 4000 متر فرق. فإحنا بنخشى على سد النهضة، خصوصا لما إثيوبيا زادت من ساعة سد النهضة، إن هو كان المفروض في الأصل يبقى 11 مليار، الآن هيصل إلى 64 مليار. فهذه سعة ضخمة زادوا منها، ولا توجد دراسات، حتى لو هناك دراسات، السد على الحدود الإثيوبية ومعرض للمشاكل سواء زلازل أو فيضانات شديدة. إحنا لسه اليوم تمام. حصل في سد في روسيا انهار وهدد أربع قرى. ربنا يستر يا دكتور. دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقة المعلومات مهمة جدا. طبعا احنا بنشكر حضراتكم، الوقت خلص والحلقة خلصت، إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة في نفس الموعد من الأسبوع القادم، انتظرونا. شكرا جزيلا.